أهلاً الكرام بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح معكم رشيد في هذه الحلقه وسنتحدث فيها عن محنه الكنائس في مصر في يوم يوم الاحد الماضي حصلت ماساه كنيسه ابو سيفين اشتعلت فيها النيران وراح ضحيه هذا الحدث الاليم راح ضحيته 42 شخص فقدوا حياتهم بالاضافه الى حوالي 16 شخص جرحى في المستشفى بعده ايضا حصل حريق في كنيسه المنيا ربنا ستر ولم يكن هناك ضحايا من الناس في الحادثتين لم يتم اتهام اي جهه في حادثه قيل انه ماس كهربائي في الاول وبعد ذلك صار الحريق الثاني وقيل انه ماس كهربائي ثم تحول الامر الى الشمع والاطفال بصراحه في هذه الحلقه نحن نريد فقط ان نتحدث عن الامر بكل وضوح الامر فيه كلام كثير الامر فيه الم فيه معاناة فيه الكثير مما يقال لن نتحامل على احد لن نقول كلام دون دليل ودون مراجع سنتحدث بكل حياديه وبكل وضوح سيكون معي ويرافقني في هذه الحلقه ضيفي الاستاذ مجدي خليل ارحب بك ضيفا عزيزا وانا اسف على هذه المناسبه التي اتقدم بالعزاء لك وللكنيسه القبطيه ولكل شعب مصر في مصابهم الاليم وفي الناس الذين ذهبوا في هذا الحادث اعزيك واعزي الجميع. شكرا اخي رشيد و يعني نقول اني انا اوافقك واتفق معك ان ارواح الناس الابرياء تستحق منا أن نقول الحقيقة أن نقول الحقيقة و 18 طفل بريء بريء صعد إلى السماء و42 شخص اللي هم يعني كل المجموع صعد إلى السماء كانوا بيصلوا سالمين في كنيسة وكل ده حصل في لحظة واحدة وراح هذا الحادث الأليم فيعني هو يعني نعزي أنفسنا ونعزي الجميع والكلمات الحياه يعني لا تعبر عن حجم الالم الذي شاهدته على الشاشه نعم إذا ابتدأنا الموضوع أول شيء أنا أريد تعليق واضح منك بما إنك متابع للشأن القبطي وكتبت فيه سنوات طويلة ومتابع لحالات اضطهاد الأقباط ولمشروع بناء الكنائس وللأحداث لك باع طويل وتاريخ طويل في هذا المجال تعليقك على حريق كنيسة أبو سيفين بمبابة الأول لأنه هو الأهم وهو الكبير وهو اللي راح ضحيته آه آه ناس كثيره، ثم لو قدرت تعليق اخر على كنيسه المنيا، لكن ركز لي على تعليق واضح مفصل عن كنيسه ابو سيفين يعني اول شيء انت عارف ان هذا الحادث حصل في الذكرى التاسعه لفض اعتصام رابعه، يعني الذكرى التاسعه لفض اعتصام رابعه 14 اغسطس والذكرى التاسعه لحرق 62 كنيسه ومؤسسه في ذلك اليوم المؤلم وبالتالي يعني حدث له اعاد اوجاع كثيره وفي نفس الاسبوع اربع كنائس اتحرقوا في نفس هذا الاسبوع بالاضافه الى كنائس اخرى حرقت في هذه السنه وكل سنه هذا موال طويل يعني. الكمان ان هذا الحادث جاء في منطقه معروفه بالتطرف الاسلامي منذ ثمانينات القرن الماضي. يعني كان فيها امير مشهور اسمه جابر الطبال وروع الاقباط وقتل وروع الكثيرين وانت تتذكر ان احنا عملنا حلقه معاك من قلب القاهره في 2011 بحرق كنيستين في هذه المنطقه ايضا حرق كنيستين نعم. في المنطقه ونتذكر ان الاقباط بعد 11 سبتمبر لما تصور بعد 11 25 يناير ثوره 25 يناير لما تصوروا ان مصر اتغيرت ذكروهم وقتها ان مصر ما اتغيرتش حرقوا كني... دمروا كنيسه اطفيح في حلوان ودمروا كنيسه الماريناب في اسوان وحرقوا كنيستين في امبابه ده كله في 2011 بعد ثوره 25 يناير يعني عاوزين يقولوا لهم ان المسلسل مستمر وتذكر ان احنا كل حادثه بنكتر حوادث على مدى 14 قرن 14 قرن نتذكر ايضا ان هذه الحادثه جاءت في ذكرى 50 سنه على حرق كنيسه الخانكه ودي احنا بنقرخ لها لصعود الاسلام السياسي واضطهاد الاقباط في العصر الحديث اللي تمت في 6 نوفمبر 1972 فاحنا 50 سنه من صعود التطرف الاسلامي والارهاب الاسلامي والصحوه الاسلاميه ضد الاقباط ثم يعني كل هذه المآسي لم تلفت نظر الدوله المصريه ولكنها بعد بعد دقائق ولا أقول ساعات خرجت تقول أن مس كهربائي حدث وحرك هذه الكنيسة وحكاية المس الكهربائي دي حاجة معروفة إن إحنا اتحرق لنا اتحرق لنا وتدمر لنا وتهاجم على يعني بكل دقة سواء هجوم على كنائس سواء حرق كنائس سواء هدم كنائس في الخمسين سنة الأخيرة بس منذ 1972 بس يعني في الخمسين سنة الأخيرة مئات الكنائس مئات الكنائس, مقات مم. الكنائس مم. واذكرك ان اغلبها يقول لك مس كهربائي. السنوات الاخيره كلها في العقود الاخيره يقولوا مس كهربائي. وبالتالي خرجت وزاره الداخليه تقول ما لفتش نظرها كل ده، ما لفتش نظرها كل ده وما طرحتش اسئله كمان ان احنا في مناسبه ممكن تكون فيها حاجه، لا قالت مس كهربائي لان هذا هي الرؤيه الامنيه التي يفرضونها على المجتمع في مصر ويريدون ان الاقباط انهم يبصموا عليها. وزادت وده ده كان بقى. ده كان بعد قد ايه من الحا من الحادث يعني هل كان قريب من وقت الحادث اعلنوا مباشره ام تريثوا لحد ما صار في لا ما لا لم يتري لم يتريثوا لا في, يتريس. في حادثه امبابه ولا في حادثه كنيسه المنيا بل ان في حادثه كنيسه المنيا قالوا بيانينها هوضحها دلوقتي فالمهم ده كله كمان في في صفه بيعملوها طول الوقت في كل حوادث الاهباط يبعتوا فورا يدعوا ان هم عاوزين ينظفوا المنطقه وان ندهنها تاني ومش عارفة ايه وسنساهم في عوده الحياه يروحوا شايلين اثار الجريمه في كل الحوادث اللي بالاهباط يصيروا الاثار بحيث ان ما يبقى اي حاجه تصلح للجان التحقيق كمان ان احنا انت تتذكر ان اللي بيحصل ان اي ابطي يتقتل على هويته الدينية يقولوا ده مختل عقليا مهتز نفسيا بقت استنباط كده أي مم. كنيسة مس كهربائي أي بنت يطلعوا إشاعة في الحال ده هربت نتيجة مش عارف إيه وهربت برغبتها طب ما طب تواجهونا قولوا هربت برغبتها إزاي لا طالما هي عندكم على الأقل نعرف ونناقش الموضوع ده هذه الموضوعات يا اخ رشيد فكرنا ان بمسلسل فبركه طول الوقت احنا نتذكر ان الرئيس السادات نفسه الرئيس السادات نفسه صح؟ سنه 1981 بعد مجزره كبيره في الزاويه الحمراء راح ضحيتها المئات من الاقباط وبين جرحى وقتلى خرج وقال ده الغسيل بتاع واحده قبطيه وقع على غسيل واحده مسلمه طبعا هذه هذا الكلام الكذب وقال ان مات ثلاثه او اربعه طبعا بعد ذلك خرج وزير خارجيه محترم على الهواء مباشره وهو حسن ابو باشا وقال ان ما قاله السادات هذا ليس صحيحا وان مات 81 قبطي على الاقل ومئات جرحه وان السداد هو المسؤول واجهزته الامنيه ووزير الداخليه السابق نبو اسماعيل هم اللي قالوا ادبوا الاقباط في الزاويه الحمراء نتيجه خلافاته مع البابا شنوده رئيس الجمهوريه يطلع اشاعات ويكذب في هذا الموضوع فهل و... وهكذا في معظم حوادث الاقباط لا نحصل الا على ما تريده الاجهزه الامنيه من الموضوع ده يعني فبالتالي هذا اثار المنا هذا اثار الالم لان احنا الثقه الان اصبحت محدوده جدا بين خليني خليني انا اكون في الجانب الاخر يعني انت الان وكانك تقول بان هذا فعل فاعل وليس ماس كهربائي نعم انا ما قلتش بفعل فعل انا بقول ان هناك لابد ان تكون لجنة دل... انا انا شخصيا ارجح انه بفعل فعل ارجح ولست انا فقط نجيب سويري أرجح انه بفعل فعل الدكتور محمد منير مجاهد رئيس منظ... مجموعه مصريون ضد التمييز الديني وهو شخصيه مسلمه مرموقه او على طول قال ان يجب القبض على من قاموا بهذه الحادثه في في ظل التوترات الموجوده في مصر وفي ظل ذكرى رابعه يعني مش انا بس لماذا لا نصدق ان ما قالته الحكومه انه فعلا قد يكون ماس كهربائي لماذا لا نصدق تلك الروايه قد يكون هذا انا ما قلتش انا ما نفتش انه قد انا لا انا لو اصدق لسببين السبب الاولاني يعني انهم فورا قالوا ان ان الموضوع ماس كهربائي أوه. فورا وهذا ليس رشادة علمية ولا رشادة سياسية ولا شيء ينم على أنه ده صح الحاجة الثانية أن هذا ممكن نقوله بعد تحقيق حقيقي شفاف ونزيه ممكن يبقى, يبقى احنا نطرح الاحتمالات قلنا أنا لا أستبعد أن يكون هناك مسك لا أستبعد ولكن نتيجة خبرتنا مع الحكومة ونتيجة التسرع في الكلام معناها التسرع في الكلام نفسه معناه أن في حاجة غلط في المشهد حاجه غلط انت انت يعني. نظرا نظرا لوقوع الحادث في ذكرى رابعه نظرا لتاريخ طويل في حرق الكنائس، نظرا لضلوع حكومات سابقه خلينا نقول في في اضطهاد الاقباط وقتلهم وحتى حادثه القديسين لحد الان ما نعرفش ملابساتها وكلام كثير انه الداخليه كانت متورطه في في الامر ايام النظام السابق، فاذا كل الخلفيه دي بتخلي اي حدث إنه مشكوك فيه ولازم تكون في جهة ثالثة تباشر التحقيق حتى يتضح الأمر. ده ملخص كلامك. هل أنا أقول حاجة تانية تاني. آه. أضيف حاجة تانية إن إحنا من 642 طبعا موجات حرق الكنائس أتكلم عنها رهيبة من سنة من من دخول العرب م. مصر لم يدان شخص نتيجة حرق كنائس الأقباط. لم قال احنا في العصر الحديث دلوقتي لم نحصل على تحقيق عادل شفاف في 50 سنه مش بس ادانه لم نحصل على حتى في حرق 62 كنيسه كنا ننتظر ان ما يقولوش بس الاخوان يدونا تفاصيل بس بصفه عامه الاخوان طب مين بالضبط وفلان و... وال... والتفاصيل ما قالوش طبعا لان في تفاصيل ضخمه جدا في كذا مدينة في مرة واحدة تتحرك مجموعات تحرك كنائس في مرة واحدة في, في مجموعات متحركة في كل مكان تحرك هذا العدد من الكنائس وما نحصلش على تحقيقات وافية وتفاصيل وافية عن الأشخاص ومن اللي حرضوهم ومن اللي ده, ده لازم تكون تنسيق ده لازم تكون في شبكة إزاي طلعوا كلهم في وقت واحد ما حصلناش على هذا وبالتالي وبالتالي لم نحصل على تحقيق لم نحصل على عدالة لم نحصل على إدانة لشخص في 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 أرض بعينه اه طبعا وغريب يا اخي يا رشيد احنا في كل يعني للامانه نعم انا انا عايز امر لكنيسه المنيا ونربطها بال, بالسؤال اللي فات في الاول قالوا مس كهربائي لدرجه انه ده ب, ب, بيثير الشكوك اكتر يعني الاولى اوكي ماشي مس كهربائي ثاني يوم مس كهربائي برضو هو المس الكهربائي يعني أي واحد يتساءل أي واحد عنده ذرة من الكومون سنس لك هو الماس الكهربائي مبرمج على كنايس المسيحيين لأنه يعني في ناس بتقول لك أنه عشان العشوائية عشان أنه صعوبة الحصول على التراخيص عشان ما انعدام مسائل السلامة يا سيدي على راسي وعيني لكن هناك مئات بل آلاف المباني في مصر برضو ينطبق علي نفس ما فيهاش معايير السلامة سواء حكومية أو غير حكومية ولم تحترق في هذا التوقيت إيش معنى الكنائس فطلعوا بيان تاني قال لك أنه في شمع وأطفال بناء على فحص الكاميرات تعليقك على هذا الموضوع يعني أنا أضيف لك حاجة أنت هل تعلم أن أغلب مباني مصر لا تصلح للسكن واغلب مباني مصر قديمه جدا واغلب مباني مصر تنطبق عليها ان ممكن يحصل فيها مس كهربائي لو المس كهربائي يبقى يبقى نشوف الاف الحرائق كل يوم في مصر. هل تعلم ان في اكثر من نص مليون مسجد وزاويه ومساجد مبنيه تحت عمارات ومساجد مبنيه بطريقه عشوائيه والتكييف شغال فيها سبعة ايام في الاسبوع ولم يحدث فيها مس كهربائي وبالتالي نحن هنا امام اشكاليه ان هناك تضليل فيما يتعلق بتوصيف ما يحدث في كنائس الاخبار ولذلك وحصل ده في المنيا بشكل واضح جدا برضو بعد عده دقائق او قليله من اللي حصل في المنيا طلع بيان وزاره الخارجيه قالوا مس كهربائي في سقف غرفه مغلقه وطلع المحافظ ببيان وقال مس كهربائي بالدور الارضي وبعد كده طلع الاسقف وقال لهم ما فيش مس كهربائي ما كانش في حد في الكنيسه الكنيسه كانت مغلقه الـ 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 ما كانش فيه اطفال جواها والتكييفات مغلقه. طبعا هنا كانت في ورطه كانوا لازم يخرجوا بمخرج اخر يعني اللي قالوا الاسقف في البدايه بشجاعه بدون ان يتشاور مع احد لان بعد كده ضغطوا عليه ضغط شديد جدا عاوز يقول ان في شبهه جنائيه ما فيش حاجه اسمها مسك كهربائي هناك شبهه جنائيه انتوا يعني لو في درجه ما من الحرص على هذا الوطن انكم تقولوا سنحقق وهنشوف ايه الشبهه الجنائيه طالما الكنيسه كانت مقفوله ما فيهاش حد لا هم بعد كده راحوا ضغطوا على الكنيسه هنا وهناك وضغطوا على الاسقف وقالوا مش عارف ايه وفي طفلين طفلين ايه اللي كانوا موجودين اذا كان القسيس لازم يقفل الهيكل ويقفل الستاره ويتبص على الهيكل ان ما فيش حد وان الكنيسه ما فيهاش حد وان ما فيش اي شموع من امتى الشموع بتحرق الكنايس ازاي هذا الموضوع وهو بيلعبوا تفليل. اطفال قال لك بيلعبوا بالشموع يعني وهي الاطفال بيلعبوا بشموع جوه الهيكل وبيسيبوا من الاساس ويقفل عليهم هل هذا هل هذا منطقي انا اقول لك حاجه بيان المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه على الفيسبوك تحتي 2600 تعليق 99.9 من عشرة منهم بيشككوا بيقولوا هذا بيان غير صحيح ونحن غير مقتنعين يا, يا اخ رشيد احنا هذا هز... هذا موال طويل جدا جدا وبالتالي و... ال... البعض قال انه سبب الضحايا ضيق الكنيسه في... يعني كنيسه ابو سيفين ضيق الكنيسه ومبنيه عموديا وشكل و... عب... عباره عن عماره يعني تقريبا وانه بناءها خارج المواصفات ما فيهاش ابسط وسائل الامان وده برده نتيجه التضييق على الكنيسه في الحصول على التراخيص من الانظمه السابقه وهنتكلم في الموضوع الان فهل هل السبب سبب الحرائق هو ده ولا بترجح انه في اسباب اخرى طبعا ده ممكن يكون هذا السبب ممكن يكون هذا السبب زود الضحايا لو كانت الكنيسه متسعه افقيا جدا جدا وفيها منافس كتير ممكن كان عدد الضحايا اقل بس في سبب مهم جدا اشار اليه كاهن الكنيسه و... و... واشاروا اليه شهود العيان ان المطافي لو جات هي الوحيده اللي قدر ان انقذ الناس من الادوار العليا لان كانوا في معلقين في الدور الثالث والرابع المطافي اللي على بعد ثلاث دقائق جت بعد ساعه وعشرين دقيقه باجماع كاهن الكنيسه والموجودين وشهود العيال، وقالوا إن هي الوحيدة اللي قدرت تطلع وتجيب الناس بس كانوا ماتوا والناس ماتت، يعني تأخر المطافي كان السبب المنطقي في هذه الحادثة لزيادة عدد الحوادث، ولكن لكن طبعاً هناك كثير من المبا... من الكنائس بنيت بطريقة رأسية لأنهم مش رادين يديهم تضييق على الكنائس إنها تتبني، مفيش تقي... ولهذا خرجت وول ستريت جورنال بتحقيق طويل وفي الصفحة ولي. الأولى قالت إن المسؤولية تقع على الحكومة المصرية لو كان السبب إن مس كهربائي عشان عدم الأمان لأن هم اللي مضايقين على الأقباط تضييق كامل في مسألة العبادة الأقباط الوحيدين في العالم اللي لازم يصلوا بتصريح ما فيش في الدنيا حد بيصلي بتصريح لحد ما فيش حاجة منذ 1400 سنة لحد الآن ان ولي الامر اللي اديك تصريح تبني كنيسه يا اخ رشيد لحد سنه 1998 شوف 1998 كان تجديد دوره مياه في كنيسه يصدر به قرار جمهوري لدرجه ان صحيفه امريكيه نشرت قرار جمهوري من حسني مبارك بتجديد دوره مياه في كنيسه فراح عمل ايه؟ فقال افوض افوض سلطات رئيس الجمهوريه للمحافظ لتجديد دورات المياه، اتكسف ولغى واصبح ايضا واصبح ايضا وحتى هذا القانون هنتكلم أنا, عن هذا أنا, انا جاي على تاريخ ده لانه البعض ممكن يقول لك ده تاريخ يا استاذ مجدي وراح، احنا في عصر تاني في نظام تاني فمش ممكن هايك تربط تبدي انا انا جاي بالموضوع ده انا بتكلم على موضوع ديك الكنيسه دي. خلينا نبتدي من الاول خلينا نبتدي من الاول اوكي تاريخ اعطيني ملخص على تاريخ وهدم حرائق مصر حرق حرق الكنائس في مصر وبعدها هاجي للعصر الحالي هل الان مختلف ولا لا ايه اللي اتغير ايه اللي متغيرش وليه انت برضو بتقول انه في شكوك انه الاعمال دي قد تكون مدبره، قد تكون في احتمال في احتمال كبير، اعطينا ملخص تاريخ لهدم وحرق كنائس مصر. اولا اعطيك ملخص للثلاث اسباب اللي بيحرقوا بها كنائس مصر قديما وحديثا، عشان مم. نعرف في الامر قديما كان بيحصل ثلاث حاجات يا اما الوالي والخليفه يامر بهدم الكنائس او حرقها او تكسير الصلبان او يامر الرعاه الرعاع بذلك او المتطرفين الاسلاميين بنفسهم يروحوا يحرقوا او يهدموا الكنائس او شيوخ المساجد يحرضوا الرعاه على هدم الكنائس وحرق الكنائس ده منذ بدايه 642 لحد الدوله الحديثه 1805 رجعنا تاني في العصر الحديث منذ 1972 مع السادات مع السادات رجعنا للثلاث سيناريوهات القديمة تاني هي هي بدل ما الخليفة يأمر أجهزة الأمنية تشغل ناس تقوم بأحداث وتحرق كنائس الأجهزة الأمنية بدل الخليفة الحاجة الثانية الشيوخ يحرضوا المتطر... الرعاء نعم موجودة لحد الآن المتطرفين نفسهم والإرهابيين يحرقوا الكنائس موجودة لحد الآن يعني الثلاث سمات رئيسية لحرق الكنائس وهدمها في عصور الخلافه الاسلاميه انتقلت مره اخرى بشكلها وجسمها الى العصر الحديث الخمسين سنه الاخيره اللي احنا بنقول فتره الازمه فتره المحنه فتره الصحوه الاسلاميه، طيب تاريخ طول التاريخ الاسلامي كانوا بيعملوا ايه؟ تاريخ طول التاريخ الاسلامي لحد سقوط الخلافه الاسلاميه كان عندهم حاجه واحده بس، هل نسمح بالتضييق على الكنائس بناءها بالتضييق عليها؟ ولا ما نسمحش ببنائها خالص ولا نهدمها؟ شايف الموضوع ازاي؟ ده, ده كل التاريخ كده ولهذا اقولها بكل وضوح. كان هدم الكنائس او تدميرها او حرقها في فتره الخلافه الاسلاميه الممتده من 642 الى ظهور الدوله الحديثه 1805، كان هو القاعده وكان البناء هو الاستثناء ولهذا اكرر واقول المعشرات. الهدم والحرق كان هو القاعده والبناء كان الاستثناء. مؤكد ده هذا مؤكد مؤكد بالدراسات والارقام. واولئك طول طول 1200 سنه تقريبا. مظبوط 12 قرن. مظبوط 12 قرن ولهذا ده. لما دخل العرب مصر سنه 642 انت عارف من بيان ميلان للتسامح سنه 313 لقسطنطين الكبير. الأقباط بنوا عشرات الآلاف من الكنائس ومئات الأديره، هذا مسجل مسجل. م. عند عند دخول نابليون مصر سنه 1798 كانت هناك عدة مئات فقط من الكنائس باقيه. عدة مئات فقط من الكنائس باقيه. من الآلاف الحاجة. لمئات. من عشرات الالاف مش الالاف من عشرات الالاف لك ان تتذكر ان المقريزي وحده قال ان ان ما ما هدمه الحاكم بامر الله في مصر وسوريا اكثر من نيف و الف كنيسه وبيعه المقريزي في الخطط والاعتبار اكثر من ثلاثين الف كنيسه دمرها الحاكم بامر الله في مصر وسوريا وبما في ذلك كنيسه القيامه ونحن تحدثنا عن ذلك قبل ذلك، لك نعم. ان تتخيل ان الجدل لحد لحد دخول لحد قبل دخول نابليون انا اتذكر لحد قبل دخول نابليون في القرن الثامن عشر نشر شيخ الاسلام احمد الدمنهوري كتاب الحجه الباهره في هدم كنائس مصر والقاهره و ده, ده, ده كتاب فخر الازهر لازم يحطوه على الواجهة ده كتاب فخر الأزهر اللي بيقول لك منا... كان... كان الأزهر منارة العالم الحجة الباهرة في هدم كنائس مصر القاهرة. والقاهرة مصر, مصر والقاهرة. والقاهرة طيب يا أخي عارف الراجل أساق كل الحجج التاريخية الفقهية بابن تيمية بالعمر بال... بن عبد العزيز اللي قال عمر بن الخطاب كله كله م. إني لازم الكنائس كده هقول لك حاجة تاني امتد اخرى ده في القرن الثامن عشر في القرن العشرين 1973 كتاب سيد سابق وهو ازهري ايضا فقه اهل السنه فقه اهل السنه ده نشر الفتوى الشهيره ان الكنائس ثلاث انواع في الارض التي فتحت عين وتدمر في في المدن الجديده لا تبنى اما في المدن القديمه تبقى كما هي حتى تسقط على رؤوس ساكنيها هذا وهذا نشرته مجله الدعوه في ثمانينات القرن الماضي في مجله الاخوان المسلمين يعني اقول اذا هو تاريخ طويل من الهدم والحرق وده في التاريخ القديم ممكن واحد يقول لك الامور تغيرت يا استاذ مجدي فيش اي حاجه الان خلينا نتكلم عن بناء الكنائس التعقيدات اللي كانت تحصل عبر التاريخ بناء الكنائس بالضبط بعدها حاجه للعصر الحالي ولنا التعقيدات عبر منذ دخول الاسلام لمصر ليه لان الناس ربما لا تعرف هذا او غير مطلع أيوة أنا انا 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 يعني اديني دقيقه واحده اكمل السؤال الاخير بس ده دقيقه واحده لان عاوز افيد الناس افيد المشاهدين لو انتوا عاوزين أن يعني قصدك عن تاريخ الهدم ايوه عشان في كلام كتير قوي قوي لو عاوزين تعرفوا تاريخ الاضطهاد وهدم الكنائس وكسر الصلبان كلها وحتى صلاح الدين الايوبي اللي سمى حامل ايمان وقام عبدة الصلبان وامر بك... لو عاوزين تعرفوا مزيد هقعد هقول لكم بعض المراجع الاسلاميه والقبطيه المحترمه جدا زي مخطوطه الغزو العربي لمصر لواحد كان معاصر الغزو يوحنا النيقوسي مخطوطه تاريخ البطاركه ثمان اجزاء من افضل الكتب في تاريخ مصر تحقيق عبد العزيز جمال الدين ثمان مجلدات كتاب فتوح مصر واخبارها لابن عبد الحكم النجوم الزاهره في اخبار مصر والقاهره لابن تغري بردي كتاب فتوح البلدان للبلازري الكامل في التاريخ لابن اثير البدايه والنهايه لابن كثير تاريخ الامم والملوك للطبري طريق كتاب الخراج لابي يوسف مروج الذهب للمسعودي تاريخ مصر لابن ياس الخطط والاعتبارات للمقريزي فتح مصر ألفرد باتلر حكايات الاحتلال لعادل الجندي وحكايات الدخول لسناء المصري باختصار من مئات الكتب هذه بعض الكتب التي أشير إليها لكي ترجعوا بأنفسكم وتعرفون التاريخ المرير لذلك أقول أن الأقباط يعيشون الماضي مجسما في الحاضر لأنهم يكترون المرارات لأن المرارات أمام عينيهم هذا تاريخ طويل من المرارات طيب ماذا عن تكلمنا عن تاريخ الهدم ماذا عن تاريخ بناء الكنائس تاريخ بناء الكنائس منذ غزو العرب لمصر ايضا، انا قلت ان كان في تسامح من ايام قسطنطين لحد ما جاء العرب كانت الكنائس بعشرات الالاف مبنيه ومئات الاديره وما كانش في مشكله ما كانش في تقنين، لكن لما جم العرب لمصر والفقه المتداخل والمتضارب هم سنوا حاجه اني بناء كنيسه جديده لابد ان يكون بتصريح من ولي الامر الاسلامي. <applause> بعد كده من الخليفه من الوالي من السلطان من ال... من الخديوي من الملك من رئيس الجمهوريه فهذا سنوا هذا القاعده ان عشان يصرحوا لك بكنيسه لابد ان ياتي من الوالي الاسلامي. منذ 642 الى 2022 هذه القاعده سريع وهقول لك ازاي سارية يعني ازاي اليوم اليوم لسه موجود انه لازم تصريح أيوة. من رئيس الجمهوريه؟ ايوه القانون بيقول كده القانون انك تقدم للمحافظ هو كنائب عن ولي الامر وما ذكروش كده لكن في قرار حسن مبارك سنه 98 يقول ان المحافظ هو ينوب عني كولي الامر في اختصاص رئيس الجمهوريه يعني في القانون الجديد وهوضح لك القانون الجديد ما زلنا هي اخر شيء هي على مدى 1400 سنه بنعيد تدوير شروط الذميه بنعيد تدوير شروط العهده العمريه بن... بن... بنرجعها ونلفها ونعملها بطريقه او باخرى بثوب ولكن... بثوب حديث بثوب حديث بالظبط عشان كده اسمها اعاده م. انتاج الذميه الجديده اعاده م. تدوير شروط الذميه في محطات في 1856 بضغط من فرنسا وانجلترا وروسيا كان السلطان عبد الحميد اصدر فرمان اسمه الخط الهمايوني والخط أيوة. الهمايوني ده المفروض كان خط اصلاحي بيقول ايه السلطان عبد الحميد بيقول ان يصرح للطوائف دي انها تبني عند الاحتياج هو كان ضغط عليه وان مم. تشيلوا القاب التقبيح للذميين لل يعني الكافر ابن الكافر اللي مش عارفه ايه كانت بتتكتب في العقود ووضح للناس عشان يعرفوا لانه يمكن موجودة. النقطه دي ما عرفهاش ناس كتيره كان بيكتب الكافر ابن الكافر فلان الفلان عزبيني. سمي الكافر ابن الكافر كل العقود موجودة في دار السجلات المصرية حتى الآن فبالتالي السلطان والسلطان عبد الحميد بس برضه قرر اني لازم يجي من ولي الامر عاوز رئيس الطائفه يرفع طلب ليا وانا اوافق ماشي لكن بقى حصل سنه 1934 وكيل وزاره الخارجيه بتعليمات من الازهر هو ضابط ضابط يعني ملوش في المواضيع ولكن الازهر بعت له قال لي دي الشروط العشرة لبناء الكنائس المصريه الشروط العشرة لبناء الكنائس المصرية تجعل بناء كنيسة شبه مستحيل إلا إذا رغبت السلطة في ذلك لكن بتطبيق الشروط ما تقدرش تعمل كنيسة وهذا هو ده اللي حصل سامن... يعني حطوا شروط تعجيزية بدل ما يقولوا إحنا بنمنع أهي شروطنا العشرة وروح لو قدرت و... توفي الشروط يعني. لو قدرت لدرجة أن الدكتور فرج فودة قال ان في كنيسه اسمها كنيسه ال18 مسجد كل ما يقرب الاقباط يبنوا يروحوا مبنيين مسجد عشان يمنعها اي مسجد قريب لازم تمنح المهم المهم هذه شروط تعجيل يعني كان لو من بين الشروط انه ما يكونش مسجد قريب منها ابدا وموافقه المسلمين موافقه المسلمين موافقه ف... ف... فكانوا... فكانوا كل ما يشوفوا كنيسه حد يروحوا فاتحين مسجد فيصير بناها مستحيل مش هتحصل على ال... على الرخصه يعني تمام التمام في ان طيب. هم لو يلاقوا كنيسه اتبنت بالفعل يبنوا جنبها ملاصق لها مسجد عشان يشوشروا عليها بالميكروفونات المهم في سنه 72 كانت مصر داخله على حرب وحصل حرق كنيسه الخنكه فالسادات خايف عشان بيجهز الحرب فقال نعمل لجنه محترمه تقيم لنا الموضوع اللجنه مم. المحترمه دي قالت ان ما يحكم سنه 72 ما يحكم بناء الكنائس في مصر هي الشروط العشره المستحيله ان تتبنى كنيسه وان كنائس وان الاحتكاكات في مصر قالوا الاحتكاكات الطائفيه هي ناتجه نتيجه موضوع بناء الكنائس وان 20% بس من كنائس مصر اتبنت بتصريحات لان الاباط لازم يتحايلوا عشان انت قلت ليه بنوا الموضوع راسي وما عندهمش مساحه لانهم بيبنوا بيتحايلوا على البناء عاوزين يصلوا مانعينهم يصلوا الاخطر يا اخر شيء من سنه 1952 لحد سنة 2016 اللي اتعمل فيه القانون وهنرجع بعد كده للقانون تصريحين جمهوريين بس ببناء كنيسة التصريحات الرسمية في المتوسط تصريحين بكنستين طب وهل عشرين 20 مليون في كم سنة؟ من 1952 ل 2016 اللي هو اتبنى القانون ده جمهوريين بس المتوسط في المه... سنه مرسي عمل تصريح واحد خلي بالك مرسي اسقط القاعده دي وعمل تصريح واحد بس وبكنيسه 200 متر عشان يقول ان الاخوان ما منعوش الاقباط بس ادوهم كنيسه صغيره ب متر ماشي؟ يعني في 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 حوالي ست 64 سنه تصريحين في كل سنه؟ ولهذا بنى ملك اقباط كنائس خارج التصريحات انت استحاله الحاجه ام الاختراق ما يقدروش واحد عاوز يصلي يعمل ايه؟ سنة بنا... مرسي بتقول انه كان تصريح واحد, واحد. تصريح واحد بكنيسه صغيره 200 متر بس طيب بس طيب ده ده يعني اللي كان واحد هيجي يقول لك ما وخلاص خلاص المهم برضه لحد صدور القانون 2016 كان مجلس الدوله في عده احكام يؤكد ان الخط الهميوني هو الحاكم رغم انه ليس له وجود اتعمل في في الملكيه اتلغت كل شيء من ايام الملكيه الا الخط الهميوني والشروط العشره كل شيء اتلغى الا الخط الهمايوني والشروط العشره عشان تعرف المهم طيب. يا سيدي المهم نرجع لحد ما جاء سنه 2016 لحد ما جينا 2016. 2016 انا بقى عايز اقول لك انه في ناس هتقول لك استاذ مجدي انسى الماضي مصر دلوقتي بيتكلموا عن الدوله الحديثه وعن كل حاجه وخلاص ده انا حتى سمعت من بعض المسيحيين بيقولوا لي ممكن نبني كنايس مثل ما نريد كل الامور اتغيرت انت من دعاه الفتنه حضرتك عايز تدعو للفتنه بس اما دلوقتي المسيحيين عايشين زي الفل عايزين يبنوا كنيسه يبنوا كنيسه قانون 2016 خلاص حل المشكله ايه رايك هذا يا اخ رشيد خطا كبير جدا 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 إزاي. قانونيا قانون شوف ولا لك بقى، قانونيا لم يحل المشكلة وعمليا لم يحل المشكلة، شوف الحاجتين قانونيا وعمليا. أنت لازم ت... يعني الناس تعرف إن سنة 2011 إن المفروض كان موجود إن قانون موحد لدور العبادة يساوي بين الطرفين. شيخ الأزهر في 2011 قال ما تت... يعني ما تتساواش المساجد مع الكنائس وقالوا إن مصر كلها مسجدا للمسلمين، مسجدا للمسلمين يعني إيه؟ يعني الأرض دي بتاعتنا كلها لو أديناكوا حتة ده من من ولي الامر يعني دي منحه من ولي الامر شايف بترجع تاني لعصور الذميه هي هي واخد بالك فرفضوا القانون الموحد وقالوا نعمل قانون لبناء الكنائس هذا القانون اول شيء عنصري ازاي تعمل قانون لبناء كنائس وما تعملش قانون لبناء المعابد اليهوديه ما تعملش قانون لبناء المساجد يبقى ده اول اول شيء تمييز عنصري وغير دستوري فيما يتعلق بالمساواه طيب القانون هو المفروض للتسيير وليس التعقيد لا القانون جاي يعقد ما هو نظريا قانونيا وعمليا هشرحها لك دلوقتي يعقد ازاي؟ ما انا عايز اعرف يعقد ازاي ايوه بيعقد ازاي؟ أعاد المربع كله هي هي اعاد تدوير الشروط العشره بنعومه بنعومه ازاي؟ بدل ما تقدم لرئيس الجمهوريه تقدم للمحافظ والمحافظ يتشاور مع امن الدوله ومع المخابرات اللي هي مسيطره على الملف اساسا وهي اللي هتدي للمحافظ بيرميشن انه تبني او ما نديهم تصريح او ما نديهم يعني في يعني مساله بناء الكنيسه خلينا اوقفك عن النقطه دي مساله بناء كنيسه داخل فيها الامن حتى هذه اللحظه وهقول لك ازاي هقول لك ازاي م. المحافظ لازم يتشاور مع الجهات الأمنية وخاصة مباحث أمن الدولة اللي هي الأمن الوطني وبالتالي وبعد كده أنت تدي طلب للمحافظ المحافظ خلال أربع شهور لو ما ردش عليك تروح للقضاء الإداري موت بقى في القضاء الإداري عشر سنين مش مش هيحكم لك القضاء الإداري ممكن تقعد عشر عشرين سنة وبالتالي هذا ليس للتسير ولكن للتعقيد ليس حق ولكن للتحكم حط بقى ايه لازم الناس تتناسب عدد الاباط في المنطقه مع الكنيسه ومع اه 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 الشرط ده انا قريت عنه اشرحه لنا يعني انت اتكلمت عنه دلوقتي بعجاله ممكن حد ما يفهمش حاجه خالص يعني ايه ايه شرط تناسب عدد المسيحيين في المنطقة مع حجم الكنيسة، اشرح لي الشرط ده. الشرط ده أصلاً هما ما بيقولولناش عدد المسيحيين كام ولا أي شيء حاجة، وبالتالي كل تقديراتهم الامنيه يعني تخضع لتقدير، لا مفيش عدد كده. انا هجيب لك بقى احصي لك واحد واحد واحد، لو احصيت لك هتقول لي لا مش موجودين. خليني اشرحه للناس، انا انا كنت اتمنى منك انك تشرح القانون. انه انه لحظه لحظه بس دي. القانون بيقول يا اللي مش عارف، القانون بيقول من بين الشروط اللي اتحطت في 2016 أنه لازم يكون عدد المسيحيين في المنطقة اللي عايزة تتبني فيها الكنيسة مناسب لحجم الكنيسة الأستاذ مجدي دلوقتي بيقول لك إزاي هنثبت أصلا إحصائية عدد المسيحيين والدولة ما ب... ده بالنسبة لها سر من الأسرار الأمنية ولو قلت لك في ألف مثلا مسيحي وإنت كجهة حكومية ممكن تقول لي لا في خمسين بس هتحاكم معاك ازاي أثبت انا الالف وانت جهة امنية تقول لي لا في عشرة مثلا انا هتبتها ازاي اروح اخد بطاقاتهم هعملها اعملها ازاي ما هو حاطين شرط كده لممكن اي واحد يستغله يلغي لك البناء تفضل استاذ ماشي حلو واهم من كده ان العبادة حق ولا تعقيدات وتحكم العبادة حق لو في 10 20 30 من حقهم لا انتوا انتوا اقل من 1000 ما, ما ينفعش نعمل لكم كنيسه انتوا وهكذا فبالتالي وضع كل الخيوط في يد الدوله وفي يد المحافظ بالاضافه هل, هل هذا الشرط موجود عند المساجد لا م المساجد ليس لها قانون تبني اللي انت عايزه كل مصر مسجدا للمسلمين ابني أنا... أنا دلوقتي. اللي عرفت أنا اللي عرفت إنه حتى اللي عايزين يتحايلوا على الضرائب بيروح عامل عمارة قد الدنيا ويجي الدور الأرضي يعملوا مسجد عشان يعفى من كل الضرائب وتديله امتيازات بالهبل، هل ده صحيح عندكم في مصر؟ عشرات الآلاف من المساجد كده في مصر، عشرات الآلاف، يبني عمارة ضخمة ويحط تحتيها مسجد في كل أنحاء مصر هذا هذا الشرط موجود وهذا الشرط الإعفاء موجود لحد هذه اللحظة ولهذا يبنون المساجد تحت العمارات بكثره جدا في مصر. كمان ان القانون مليان بالثغرات والمط كلام مطاطي وكلام مبهم وكلام يمكن تفسيره على كل شيء، المهم سايبك عشان يتحكم فيك. هذا قانون ليس للتسيير ولكن للتعقيد، ليس للاعطاء الحق ولكن للتحكم في الناس. طيب عمليا على الارض عمليا على الارض. هل حل القانون عمليا على الارض مشاكل بناء الكنائس؟ لا لا لا، أقول لك ليه؟ بعد خمس سنوات من صدور القانون المنظمة المصرية للحقوق الشخصية، هي دي أهم منظمة في مصر بتعمل تقارير عن الحقوق الفردية في مصر كلها، عملت تقرير عن خمسة سنوات بعد القانون، قالت إيه؟ إن كل التيسيرات اللي حصلت التيسيرات اللي حصلت كلها وهي 51 كنيسة من 2014 ل 2020 اعطى السيسي اوامر مباشره بها مش القانون السيسي اعطى قال ان كل مدينه جديده تبنى فيها كنيسه، هو خايف يروح للمناطق العشوائيه اللي فيها سلفيين اللي فيها ازدحام اللي هي محتاجه اللي زي امبابه دي قال المدن الجديده ادوها فادوا 51 تصريح كنيسه وفقا لوزاره الاسكان المصريه في ست سنوات سبع كنائس سنويا ده وفقا لت... ل ل, ل... ل... السيسي نفسه برضو عدد غير غير كافي يعني لا ما انا هقول لك ولكن منذ صدور القانون سنه 2016 الى 2022 المبادره المصريه للحقوق الفرديه التي قلت عن تقريرها المميز قالت ايه؟ ان في اكتر ست محافظات في الصعيد فيهم كثافة لم يعط تصريح واحد لم يعط تصريح واحد وهي بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر ولكن شوف قالت ايه المنظمة ولكن في بعض القرى الكثيفة بالمسيحيين ادوهم امر شفوي من 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 مباحث امن الدولة انه يبدو كنايس رجعنا مفيش قانون مفيش تصريح بقانون ولكن ادوهم يعني... تاني مباحث يعني أقولك. روح ابني واحنا مش حنهدم لك. ايوه بتصريح من الامن الوطني الامن الدولة يبقى ما فيش القانون لا يبقى ما فيش تصريح وده ده بيخليك ده بيخليك انت في وضع حرج يعني يوم ما تنقلب الاوضاع نهدم لك لانك انت مش مش باني بالقانون يوم ما احنا بالزارة. راضين عنك نعمل نفسنا مش شايفين مخلينك. طب هقول لك حاجة تانية اقول لك حاجه افدح من هذا في ظل القانون المبادره المصريه رصدت في الخمس سنين الاخيره بعد القانون غلق 25 كنيسه هو ما ادوش ولا تصريح بكنيسه الا الكنائس اللي اللي صرح بها الرئيس السيسي مباشره وهو ده التسهيل الوحيد اللي عمله الرئيس السيسي للمدن الجديده 25 كنيسه اغلقت وضد القانون هذا ضد القانون نفسه ان القانون بيقول لا تغلق كنيسه الا بعد دراسه وضعها فغلقوا 25 كنيسه وأعادوا فتح اثنين منهم بس، يعني 23 كنيسه والكنايس اللي كانت مبنيه تقريبا من غير تصريحات ودي عملوا فيها أو أو. ايه؟ أو. عملوا فيها ايه؟ احنا جزء من القانون ان هو يسهل الجديد وما سهلش وان هو يقيم يقنن القديم يقنن القديم راحوا شكلوا لجنه هي لجنه حرب فيها رئيس الوزراء يرأس رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخليه ورئيس مباحث امن الدوله ورئيس مجلس العامه ورئيس الرقابه الاداريه ووزير الري وكل كل الوزيره اللي كانت موجوده في الشروط العشره حطوا نفس مجلس الحرب ده ان هو يقوم بتقنين اوضاع الكنائس القديمه. حصلت ان الكنائس كلها القبطيه والكاثوليكيه والارثوذكسيه قدمت 5540 كنيسة ومبنى كنسي يعني مش بس الكنائس مبنى كنسي أي مبنى كنسي أي مؤسسة كنسية أي كنيسة كل, كل اللي موجود في مصر 5540 قدموا بيهم طلبات لهذه اللجنة اللجنة بتشتغل دلوقتي أديرها ست سنوات ست سنوات قننت 2401 كنيسة بمعدل 43% في من الكنائس التي الكنائس والمؤسسات الكنسيه التي يعني اقل يعني من نص الكنائس الموجوده تم تقنينها الباقي منتظر كده معلق والكنائس دي قننوها بشروط يعني نقننها حتى تستوفي الشروط يعني معلق يعني 2400 كنيسه قننت بشروط ثانيا هي الكنائس الكبيره يعني كنائس كيلوباترا مصر الجديده الكنائس المبنيه من مئات السنين فقننوها لان سهل انها تتقنن الكنائس اللي عليها مشاكل بداوا يتباطؤوا بقى طيب الحاجه الاخطر يا اخ رشيد الكناء الاقباط عندهم تراكم في نقص بناء الكنائس على مدى عشرات السنين الاف الكنائس المفروض كان القانون يسهل هذا الموضوع عشان الاحتقانات اللي بيقولوا م. عليها احتقانات طائفيه انا عندي تراكم في النقل يعني لما يكون عندك عجز في البناء يعني لما يكون عندك عجز في الميزانيه وبيترحل من سنه لسنه هذا العجز بيبقى ضخم جدا بيزين. احنا عندنا عجز في بناء الكنائس الاف الكنائس المفروض تتبني كان القانون المفروض يسهل القانون لم يفعل شيئا في هذا متعسرا في التقنين يكاد يكون مستحيلا في البناء يبقى نعم. ده قانون ولا ايه البعض بيقول زادت الكنائس في مصر يعني و دي كافيه لاحتياجات الاخباط انت بتقول العكس دلوقتي يا اخر يا اخر شيء الناس كلها شافت زي ما قلت لك وول ستريت جورنال قالت لو هذا المس الكهربائي نتيجه التوسع الراسي فالحكومه هي المسؤوله لما يكون الكنيسه في المنطقه فيها 5000 نفس بشريه وتديهم 130 متر متر مربع ولا ده ما يكفيش لا انا اسف يعني لو عندك بقره وجاموسه ما تكفهمش ال 130 متر مربع مش 5000 بني ادم انت بتكلم عن ايه بتكلم عن ان الرئيس السيسي هو العلامه الايجابيه اللي عملها الرئيس السيسي ان هو مش ان هو اصدر القانون للاسف صدر القانون في عهده مشوه هذا ليست ما ليست علامه ايجابيه مم. العلامه الإيجابية مباشره ببناء الكنائس اللي تكلمت عنها في في, في المدينه الجديده بيقولوا في, في يعني تقارير عن كاتدرائيه كبيره يعني لا الكاتدرائيه في فرق بين الكاتدرائيه اللي اتبنت في العاصمه الاداريه وهذه الكاتدرائيه بنيت بتبرعات الاقباط 100% والمتحدث باسم العاصمه الاداريه ظهر في البي بي سي وقال ما دفعناش مليما واحدا فيها يعني تبرعات الاقباط وهذه الكنيسة لها وضع خاص إنها سماها الرئيس السيسي كنيسة ميلاد المسيح لأنه يؤمنوا بميلاد المسيح وليس بقيامته وبيروح فقط في عيد الميلاد وممنوع في عيد القيامة وتفتح فقط بإذن الأمن يعني هي كنيسة الدولة الكنيسة الدولة الرسمية ومبنية بأموال أكبر أما ال الشيء الإيجابي الذي فعله الرئيس السيسي هو السماح ببناء كنائس في المدن الجديدة وكما قلت لك 51 كنيسة وفقا لتصريح الحكومه نفسها وزاره الاسكان المصريه في ست الاستاذ حافظ مرازي كتب مقال عن تعزيات المسؤولين في مصر لضحايا الكنيسه ورصد شيء مهم انه ما فيش رحمه، دعاء بالرحمه للأقباط، بينما أي شخص تاني يعني قارن بمناسبات أخرى دايماً دعاء بالرحمة. طلع إنه التعصب مش بس في الشيوخ اللي بنشوفهم في الفضائيات، طلع إنه التعصب في أجهزة الدولة والممثلين عنها، ما حدش بيدعو بالرحمة للمسيحيين لأن الإسلام بيمنع الترحم على الكفار، بينما مثلاً ملك المغرب بعت برقية ودعا بالرحمة للي توفوا في الكنيسة إيه تفسيرك لهذا التعصب المستشري حتى في ممثلي الدولة أخ رشيد المسؤولين هم نتاج أبناء هم أبناء الصحوة الإسلامية المخربة اللي حصلت في مصر في 50 سنة هم جايين منين أساسا هم هم أخطر حاجة في مصر أخطر حاجة واللي خ... بيخوفنا على مصر اللي بيخوفنا على مصر إنك لو عملت انتخابات نزيهة النهاردة هيرجع المتطرفين انتخابات نزيهة يعني في البداية 2014 و2015 لو عملوا انتخابات نزيهه كان فاز الرئيس السيسي. الان 2022 لو عملت انتخابات نزيهه ستر... سيرجع المتطرفين يحكمون مصر مره اخرى وهذا هو الخطر على مصر وهذا ما يخيفنا على مصر. وما يخيفنا على مصر ايضا ان تقع في حاله فوضى لان لو وقعت في حاله فوضى مصر ايضا يخيفنا ذلك على مصر سيرجع التطرف والدم الى مصر. نحن نخاف على مصر جدا ولا ن... ولا نرجو ان يحدث فيها اي فوضى. ولهذا نقول ان العدل يخفف هذه ان العدل والرحمه والقانون والحقوق القانونيه هي التي تحمي الناس وتحمي الحقوق وتمنع مثل هذه المواضيع فبالتالي ما ما لكن بالمقابل الا ترى بان الاسلاميين يتهمون النظام آه في شخص رئيس سيسي وغيره انه محابي للاقباط انه محابي للنصارى انه مدين فوق حقهم انه انه ده نظام اللي متحكم فيه النصارى حتى انا شفت بعض التعليقات ايه رايك في الموضوع ده عارف يا اخ رشيد من أسوأ عصور اللي مرت على الأقباط هو ال 30 سنة بتاعت مبارك، حصل فيها حوالي 1500 اعتداء على الأقباط وفقا لتقارير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. ومع هذا كان الإخوان المسلمين المتطرفين الكارهين للمسيحيين واليهود كانوا يقولون أن مبارك يحب الآباط والبابا شنودة هو اللي بيحكم مصر ودولة البابا شنودة ومش عارف إيه هذا الكلام السقيم السقيم الأقباط مضطهدون هذه حقيقة لا جدال فيها لا يجادل حتى في فيها العصر الحاضر حتى في العصر الحادث ده بالعكس الأقباط مضطهدون الاضطهاد متجزه مش هم في الوزاره وهم في وزارة ايه وزاره, ايه؟ وزارة الهجره وزاره الهجره دي وزيره بلا حقيبه وزاريه يعني مش وزاره اساسا انت انت للاسف الشديد من في العصر الحديث كله اسوا تمثيل وزاري هو اللي بيحصل حاليا وزيره بلا وزاره بلا وزاره البورتفوليو مفيش بورتفوليو مفيش وزاره وبالتالي الوزارات كلها في ايد المسلمين والمباحث امن الدوله والمخابرات وكل ده موجود في ايد المسلمين، لا يوجد قبط واحد فيها في كل الاجهزه السياديه يبقى تقول لي ازاي ما فيش اضطهاد ما فيش اضطهاد ازاي؟ الاضطهاد والتمييز عميق ومتجذر وواسع وممتد بالنسبه للاقباط. الرئيس السيسي خفف شوية حالة الاحتقان اللي كانت موجودة في ايام مباركة طب في حسن. في ناس في ناس ممكن يتهموك بانك ب الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها بيقولوا وانت بتدعو للطائفية ما دام بتتكلم عن الامور دي ايه ردك؟ يعني انا كتبت مقالة طويلة يرجع لها اي حد من هو الطائفي ومن هو الوطني ووضحت فيها يعني مفهوم الطائفية هم مفهوم الطائفية لديهم أن تقول الحقيقة عن أوضاع الأقباط، إذا قلت الحقيقة عن أوضاع الأقباط وأوضاع أو المسيحيين يبقى أنت طائفي. أما إذا كذبت 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 كذباً واضحاً صريحاً لا يليق بأي إنسان أن يفعله فأنت وطني. الوطنيون من الأقباط لديهم هم الذين يجاملون الدولة على حساب حقوق الأقباط. هم الذين يكسبون في الداخل والخارج لصالح الدولة، هم دول الوطن لان مين اللي بي... مين اللي بيدي لقب وطني و... وطائفي؟ هم نفس الاجهزة، نفس الاجهزة اللي مسيطرة على الملف، الاجهزة اللي مشغلة الاعلام، الاجهزة اللي مشغلة الاعلاميين، احنا لا نقبق بهذا الموضوع، لان اللي عاوز يجادلنا يجادلنا في الحقائق، هل احنا قلنا حق... قلنا حاجة مش حقيقية؟ لو لو في حاجة مش حقيقية من اللي احنا قلناه يجادلنا. اما اطلاق الالفاظ فهو ده تعودنا عليه من ايام مباركه مش بس بس ايه ايه الحل في نظرك استاذ مجدي طالما انت بتنتقد وحضرتك يعني بتكتب وبتتكلم وكل شيء هل في حلول بتقدمها ولا انتقاد بس اخر شيء بالنسبه لما يتعلق بكل حاجه قدمنا فيها حل في موضوع البنات قدمنا حل في موضوع ال... الوظائف قدمنا حل التمثيل النسبي، في موضوع البنات والتحولات الدينيه قدمنا حل حتى للمجلس القومي لحقوق الانسان ان يكون تحت ان التحول الديني يكون في شفافيه وكل شخص ياخد ست شهور علشان اسرته وعشان الكنيسه، قلنا الكلام ده ما استجابوش لحاجه، بما في موضوع الكنائس قدمنا حلول وبعض المصريين الشرفاء الامناء قدموا حلول، اول حاجه قالوا لازم يتلغي القانون ده يتلغي ويسمح للأعبار ببناء كنائس براحتهم لان هناك تراكما في النقص بالنسبه لعدد الكنائس وهذا القانون بدلا ان ييسر هو عقد المسائل مش انا بس بعض المسلمين المحترمين المبادره المصريه للحقوق الفرديه الدكتور ابو الغار الدكتور محمد منير مجاد كلهم ده لدرجه ان الدكتور اسامه الغزالة حرب وهو مسلم مرموق وكان رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه اكاديمي رفيع قال ان قانون سنه 2016 هو كارثه عام 2016 قالش قانون، قال دي كارثة عام 2016، وبالتالي لازم يتلغي هذا القانون، ولازم يسمحوا للأقباط أن يتمددوا في بناء الكنائس، يبنوا اللي عاوزينه، أنتم بتدركوا إيه؟ أنتم بتدفعوا للكنائس، أنتوا بتدفعوا أكثر من مليار دولار لتمويل الأزهر، وبتدفعوا لوزارة الأوقاف قد كده، وبتدفعوا للدعوة الإسلامية قد كده، وعندكم مدينة اسمها مدينة الدعوة الإسلامية، يعني مليارات المليارات تنفق على الإسلام وعلى الدعوة الإسلامية، ولكن الأقباط يبنون على حسابهم الخاص. هيديركوا ايه؟ انهم يصلوا، يديركوا ايه انهم يصلوا؟ يديركوا ايه ان هم يبنوا قد احتياجاتهم، ما يبنوا قد احتياج، اما تحط قانون يعوق الموضوع وتحط كل شيء في ايد الامن والمحافظ والبتاع، فاحنا بنرجع لدائرة 642 لدائرة ان ولي الامر هو اللي يسمح ولي الامر وبن... هو اللي يسمح. وبالنسبه للحريق اللي حصل او ربنا يستر لو حصل مستقبلا لا نتمناه لكن من فحص للتاريخ ومتابعة للأخبار نعلم أن هذه الح... الحوادث لن تكون الأخيرة أوه. فإيه الحل؟ إيه الحل حتى تحمل كنائس؟ يا سيدي اولا ان الأ... اولا الاساس حل المشكله ان زي ما قلت ان توسع الناس تبني في اماكن في اي حاجه ثانيا ان اي حد إن لازم أي حد يعتدي على الكنيسة يقدم له محاكمة، إن أي حاجة تحصل، يعني أنا سمعت أسقف بالأمس يقول يا ترى الدور اللي جاي على كنيسة مين؟ يعني هم متوقعين إن الكنيسة تتحرق وهتتحرق مش عشان إنها فيها مس كهربائي، هتتحرق لأن اللي بيحرقوها هيحرقوها. خلي بالك الكلمة دي معناها إن جريمة قادمة، إن جرائم قادمة، كل واحد المصريين الاباط فاهمين إن هم بس مش عاوزين يعني بعض الكهنة الأسقفة بيقولوا إحنا بس بنماين مع الدولة عشان مش عاوزينها تستهدفنا أكتر بالشر تخيل وصل لكده وصل لهذا إن إحنا مش عاوزين نوسع دائرة الصدام والشر طيب يا جماعة طب إلى إلى متى هذا؟ إلى متى هل, هل هل لو صار في تحقيقات شفافة وجهات بتكون في جهات متعد يعني لجنه متكونه من اشخاص من جهات مختلفه مش فقط تابعين للدوله، حتى يحققوا في هذه الامور، ولجان متعلقه بحقوق الانسان، ولجان خارجيه ربما يكون تحقيق شفاف ومفتوح لل... لل... للجميع مش انه الدولة تقول والكنيسة اللي صارت تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة تقول أيضا والناس شكة في الموضوع والناس عندها تساؤلات ويحق لها أن تتساءل يا أخي لن يسمحوا بأي تحقيق سواء داخلي أو دولي بل هم في كل المنابر الدولية يقولون لا يوجد تمييز أساسا ضد الآباء لا يوجد تمييز تخيل ويضغطون ضغوطا هائلة على الكنيسة القبطية لكي تتبنى رؤية الدولة بل إنهم منذ أيام نشروا مقالة في صحيفة رسمية اللي هي الأخبار قالوا أن رجال الدين الأقباط هم ليسوا رجال دين فقط هم رجال دولة وعليهم أن ينفذوا سياسة الدولة ويدافعون عن الدولة في الداخل والخارج تخيل أن يدافعون على رؤية الدولة في الداخل والخارج هل أمش. هناك أكثر من هذا الضغوط؟ هل هناك أكثر من هذا الضغوط؟ الوضع صعب أمش. اشكرك استاذ مجدي على متابعه هذه الحلقه واشكر كل من تابع الحلقه من المشاهدين سواء على قناه الكرمه وعلى الفيسبوك على اليوتيوب وطبعا نتمنى ان يسمع الناس ما قلناه بكل حياديه وبكل وضوح والقاكم في الاسبوع القادم في لقاء اخر اشكر الجميع الى اللقاء في حلقه اخرى وموضوع اخر شكرا.